تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقامت اللجنة المنظمة لدوري وكأس الشركات والمؤسسات لكرة القدم حفلها السنوي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد على أن دور الشركات والمؤسسات لكرة القدم يعد أحد أبرز البطولات الكروية المحلية التي تجمع فئة الشباب في ظل المنافسة القوية والمشاركة الواسعة والتنظيم الرائع، مشيرا سموه إلى أن استمرارية البطولة على مدى أكثر من 40 عاما هو خير دليل على نجاحها، في حين بين سموه إلى أن استمرارية البطولة تعتبر ثمرة لجهود كل من عمل سواء منذ البدايات الأولى أو خلال السنوات اللاحقة من الكوادر الإدارية والفنية من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، مثمنا سموه الدور الوطني الذي تلعبه الشركات والمؤسسات في خدمة القطاعين الشبابي والرياضي إلى جانب دور الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في التأثير الإيجابي على إنتاجية الموظف. كما شهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين في مقدمتهم السيد مازن العمران رئيس اللجنة المنظمة الذي عبر بدوره عن سعادته بإكمال دور الشركات والمؤسسات عامه الأربعون بعد تحديات صعبة في مدار سنوات طويلة من العمل الجاد، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنوات تحققت العديد من المكاسب والنجاحات التي ثبتت أركان هذه المسابقة كواحدة من أهم المسابقات الكروية التي تقام في مملكة البحرين. بعد ذلك تم تكريم الشركات والمؤسسات الراعية والفرق الفائزة وأصحاب المراكز الشرفية بالإضافة لمنح الجوائز الفردية وتكريم راعي الحفل وعدد من الشخصيات الرياضية.